خالد الإبراهيم. مبروكين الفوز عريس الليلة، هدفين، كنت متوقع تسجل هدفين في أغلى الكؤوس؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أقول مبروك نادي الكويت، هذه كانت قادسية للأمانة، قدمنا مباراة كبيرة خصوصا في الشوط الأول. بصراحة يعني المباراة هذه أنا دائما الحمد لله رب العالمين، أستاذ جابر دائما وجهه خير على فهد الهاجر، الحمد لله رب العالمين دائما أسجل في هذا الملعب. للأمانة ما كنت متوقع، لكن يعني في فترة بسيطة شفت نفسي اني مقول قولين، الحمد لله رب العالمين. ممكن خطأ أول خمس دقائق ممكن يكلف مثل ما حصل بالدوري، استغلينا خطأ نادي الكويت أول خمس دقائق وسجلنا هدف وكنا الطرف الأفضل بالمباراة. هذه مباراة الكؤوس صعب التعويض، خاصة أن سجلوا هدف وما عندنا شيء نخسره، حاولنا كثر ما نقدر نسجل هدف ونقلص الفارغ يوم كان النتيجة 2-0 لكن ما قدرنا. أعتب عليكم أنه مو هذا مستوى القادسية، يعني اللي شافوا المباراة اليوم مو هذا مستوى القادسية، شو اللي صار؟ صحيح، شوف أنت متكلم مو هذا مستوى القادسية، هذا مو مستوى القادسية، بس قلت لك هذه مباراة كؤوس، يمكن الحماس الزايد، يمكن التركيز الزايد داخل أرضية الملعب وهو اللي خلانا نطيح بهذه الأخطاء، لكن بالأخير تبقى هذه مباريات كؤوس، وتقول اليوم قاعد تباري فريق نادي الكويت، يعني ما قاعد تباري أي فريق، فريق مطعم محترفي ممتاز. أنت نادي القادسية؟ نعم، أقول لك كان عندهم لاعبين وأنا نادي القادسية، فاللي فاز عليه ما هو فاز عليه فريق صغير، اللي فاز عليه فريق كبير يملك سي في قوي، يملك لاعبين، يملك بطولات. أقول قد لك نادي الكويت وهارد لك نادي القادسية، يمكن أسبوع متعب جدا، ثلاث مباريات بأسبوع. شيء يمكن إرهاق نفسي وبدني للاعبين، لكن رجال عميد دائم بالصعايب يقولون يبانون، والحمد لله هذه بطولة الثانية وإن شاء الله بطولة الدوري نحسمها مباراة الجاية. نقول يعني الرجال لاعبين الأبطال اللي فعلا تحملوا كلام كثير، هبوط المستوى، هبوط اللياقة، وأمور اتحاد يعني حط لعبة كاظم أهم لعبة بالدوري قبل نهاية أربعة أيام، لكن الحمد لله فضل الله عز وجل، الله كرمنا على قد تعبنا ونيتنا وعلى قد عملنا داخل الملعب وخارج الملعب.